سائل يقول: كيف التعامل مع الكفار من اليهود والنصارى الذين يعملون في بلاد الإسلام؟ التعامل معهم في التجارة والتعامل معهم في أمور الصناعة، الأمور المباحة لا بأس، التعامل معهم بالبيع والشراء، التعامل معهم في أنهم يقومون بأعمال بناء أو أعمال هندسة أو أعمال صناعة، هذا من مصالح الدنيا المتبادلة لا بأس بذلك، إلا إذا وجد مسلمون يقومون بهذا العمل فإن المسلم يقدم على الكافر، أما إذا لم يوجد مسلمون ولا يحسن هذا العمل إلا الكفار وهو أمر دنيوي فلا بأس من أنهم يتعاقد معهم لهذه الأعمال، لكن يبقى جلبهم لبلاد المسلمين والحرمين ولا الجزيرة العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فعلى كل حال يجب تجنب استعمال الكفار في بلاد الجزيرة وفي بلاد العرب، ويستخدم عمال مسلمون مهما أمكن ذلك. نعم.